بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم. الصحافة المحلية والعالمية، ومن خلالكم أتوجه إلى شعبنا التونسي حول مسألة أخيرة طال فيها الحديث الآن في المدة الأخيرة، هي التحوير الوزاري. البعض نعتها بمسلسل والذي لا ينتهي، والآخر نعتها بأشكال مختلفة، ولكن حبيت نوضح اليوم المراحل اللي اقتعناها في المدة الأخيرة، من تشاور، من حوارات، من مفاوضات حول التحوير الوزاري. واعتبر أنه حان الوقت باش تطلعوا ويطلع الشعب التونسي معكم في وصلنا. السؤال الأول، الواش التحوير الوزاري في آخر من أساسه؟ الواش، لأنه بعد سنة من تشكيل الحكومة، حكومة بعد انتخابات شفافة وشرعية، ممكن ياسر نفكر في تحسين الأداء، القيام بالتقييم، تلافي النقائص لتجاوزها، ونشوفوا وين وصلنا. إذن طبيعي جدا في ديمقراطيات وإحنا نخطو خطوات الآن إلى تحقيق ديمقراطية ومعاملة تعامل ديمقراطي داخل الحكومة في البلاد في كل المجالات، نحبه أيضا وليست بدعة تونسية، يكون عندنا تقاليد الشفافية، وهك علاش لقيتوها في التسربات في الفيسبوك، ما خليناهاش داخل بيوت مغلقة، ولو أن هذه التسربات ربما أساءت للبعض وحتى لمن سربها. على كل حال، ليس لنا ما نخفيه. علاش الانتخابات؟ علاش التحوير الوزاري؟ جاءت الحكومة هذه بعد سنة، بعد انتخابات وبعد سنة من إنجاز بعض ما طالب به شعبنا في الثورة، والبعض الآخر لم ينجز. نحب نعمل تقييمنا إذن بعد سنة، مرور سنة من هذه الانتخابات وتشكيل الحكومة. الواضح وكما تعلمون أن الحكومة هذه جاءت باش تحقق هدف أساسي، والمجلس التأسيسي جاء باش يحقق هدف أساسي، هي نقلة من مرحلة إطاحة بالديكتاتورية والفساد إلى تأسيس الدولة الديمقراطية. إذن الهدف الأول كان أن احنا ننجز دستور، نكتب دستور ونمشي إلى الانتخابات وفي أقرب وقت. هنا تعطلنا، بل نقول تأخرنا، ولابد من تلافي هذا التأخير. وباش نعرفوا علاش التأخير هذا، اثنين، وهي مهمة الحكومة، المهمة الأولى هي مهمة المجلس التأسيسي، والمهمة الثانية هي مهمة الحكومة اللي تشكلت باش تنجز ما أمكنها من مطالب الثورة، خاصة في التشغيل، في التنمية، في الأمن، وهذه مهمة الأساسية للحكومة. إذن زوز مسارات، المسار التأسيسي وعمل الحكومة. في المسار التأسيسي لاحظنا ولاحظتوا كلكم أنه فما تأخر، فما تعثر، وطالب
طلبنا وطالب الكل بالتعجيل. ليش تأخرنا إذن؟ هناك معوقات داخل المجلس التأسيسي وهناك معوقات خارج المجلس التأسيسي. باش نوصلوا الانتخابات يجب أن نحققوا أشياء. الهيئة العليا للانتخابات، الهيئة العليا للإعلام، والهيئة المؤقتة للقضاء المستقل، كتاب دستور ثم الذهاب إلى الانتخابات. إذن فما تأخير في هذه الأجندة، بل ما فماش وضوح لحد الآن في الأجندة. وفي كثير من المرات طلبت على أعلى منبر المجلس التأسيسي أن نسرع، أن لا نتجاوز هذه الصائفة القادمة لإنجاز انتخابات. ونهيئ الوضع المناسب داخل المجلس التأسيسي وخارج المجلس التأسيسي. لاحظنا أنه هناك تعثر، بل هناك تشنج، وطلبنا لهذا الغرض بحوار وطني يجمع كل الأطراف وبدون استثناء، حوار وطني باش ننجز المهمة التأسيسية وهي الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت. حوار نتفق فيه داخل المجلس التأسيسي وخارج المجلس التأسيسي على هذه المهمة، على هذه القضايا، كتاب الدستور، هيئة مستقلة للانتخابات، هيئة عليا للإعلام، وهيئة مستقلة للقضاء. هذه متطلبات إنجاز المهمة التأسيسية في المجلس التأسيسي. لذلك بادرت عدة أطراف، منها الاتحاد، منها الحكومة، من أطراف أخرى، بالحوار الوطني، وإحنا رحبنا بذلك بدون شروط. واعتبرنا أنه حان الوقت أن يكون لنا هذا الحوار، ونعتبر ربما نعتبر أنه قبة تحت قبة مجلس التأسيسي هي أفضل الأماكن، ويشارك فيها كل الأطراف لتحديد المسائل هذه وإيجاد وفاق وطني حولها، بدونها ما نجموش نمشي الانتخابات. كذلك أيضا باش نصل إلى هذا لابد من وضع أو مناخ داخل البلاد ينقص فيه التشنج، يكثر فيه الحوار البناء حول هذه القضايا، نبتعد عن العنف اللفظي والمادي، ونتفق جميعا على أسس ومبادئ. وهذه المبادئ تكلمت فيها في الخطاب الفارط في مجلس التأسيسي، قلنا ضمان مدنية الدولة، أي أن هذه الدولة تكون لكل أبنائها، لكل مواطنيها دون استثناء، وخاصة أن ينأى الجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية. أن تكون الدولة الحامل الوحيد للحريات لكافة التونسيين والتونسيات بدون استثناء وبدون تمييز، ونقطع بذلك الطريق أمام من يحدث نفسه أو ينصب نفسه أن يدافع الحريات، أن يلتزم الجميع بإدانة العنف بكل أشكال، سواء كان عنف ايديولوجي تحت غطاء ديني أو غيره، عنف اجتماعي، عنف سياسي، مما
قاعدين نشاهدوا من قطع الطريق، من منع أو تعطيل العمل في المؤسسات، الهجوم على مقرات السيادة وغيرها. كذلك أيضا نتفق في الحوار الوطني هذا داخل المجلس التأسيسي وخارجه على أن نرفض الصراع والاستقطاب الإيديولوجي، مضر بمجتمعنا، مضر بوحدة شعبنا، وينقسم المجتمع إلى مسلم وكافر لا قدر الله، وهذا أفدح ما يمكن أن يصيبنا في مجتمعنا. قلنا ليست هناك الآن صراع هوية في تونس، هوية شعبنا هوية عربية إسلامية منفتحة جالبة معتدلة، ولا يمكن للتطرف بكل أشكاله أن يمر في مجتمعنا. كذلك نبذ النعرات الجهوية والعروشية واللي بدأت تظهر مع الأسف في ربوعنا. كذلك أيضا حياد الإدارة عن التجاذبات الحزبية مهما كان مأتها، وخاصة في التعيينات وغيرها من مفاصل الدولة. هذا إذن مسار الأول، مسار الحوار الوطني في رحاب مجلس التأسيسي وخارج مجلس التأسيسي بدون إقصاء وبدون استثناء. تنقول شو عملنا فيه ونوصلنا. المسار الثاني هو المسار الحكومي أو العمل الحكومي. كما قلت الحكومة جات باش تحقق أهداف ولها أولويات، وأختزلها في هذه المحاور. هذا برنامجها. مقاومة الفساد أولا، لأنه من مطالب الثورة مطالب شعبنا مطالب شبابنا. بكل أشكال الفساد مع احترام القانون والعدالة، لا نعالج ظلم بظلم، وهنا يأتي تعويض الضحايا، كل الضحايا، الشهداء، العفو العام، التشريع العام، والجرحى. هدف آخر هو تحقيق الأمن. بدون أمن لا يمكن أن تتم لا انتخابات ولا بناء ديمقراطية ولا وفاق ولا حوار. وأنتم تعرفوا الآن أن هناك مخاطر على بلادنا تهددها من داخلها ومن خارجها. إذن الأمن هي القاعدة الأساسية لكل بناء ديمقراطي. هدف آخر في الأولويات متاعنا هو التنمية بما نستطيع لتحقيق مطالب شعبنا وشبابنا، خاصة الشباب متاعنا. وأساسا نتكلم على التشغيل والتنمية الجهوية، محاربة الفقر، وعنصر آخر أيضا غلاء المعيشة وقفة التونسي، تحسين الخدمات للمواطن. والأولوية الأخيرة هي إنجاح الانتخابات كما تحدث. هذا المسار التأسيسي السياسي، وهذا الثاني ما يجب على الحكومة أن تقوم به
حتى تبلغ هذه المرحلة الانتقالية نهايتها وننتقل إلى مرحلة ثانية هو التأسيس الديمقراطي، ونسلم الحكم إلى حكومة شرعية ديمقراطية منتخبة ديمقراطية بكل شفافية تفتح مجال أوسع لبلادنا 5 سنوات أو 4 سنوات كما سيحدد الدستور، مصلحة بأدوات للعمل الديمقراطي، دستور، مجلس نواب أو سنسميه كما يتفق عليه، رئيس، حكومة، مؤسسات رقابية، محكمة دستورية، إن شاء الله صحافة حرة مستقلة، وهذا يعطي الأمل شعبنا في آفاق أرحب إن شاء الله. هذا كان الغرض متاعنا في فتح حوار للإعانة على مجال التأسيس، حوار وطني شامل، وأيضا مشاورات ومفاوضات تشكيلي أو لتحوير وزاري يحقق هذه الأهداف. طبيعي جدا إذا كانت نقائص في الحكومة نتلفاوها، وهنا أتكلم على التحوير الوزاري، مش هدف في حد ذاته التحوير الوزاري، هو وسيلة لتحقيق هذا البرنامج. وقلنا من الأول حتى قبل تشكيل الحكومة الأولى قلنا الباب مفتوح إلى حكومة وحدة وطنية، ودعونا كل الأطراف، ولكن طبيعي جدا أن يكون الأطراف يعني حرية الاختيار، وقال البعض أدخل والآخر أبقى في المعارضة تأسيسا للديمقراطية، طبيعي جدا. دخل 3 أحزاب سما بالترويكا، قيمنا الأداء، قمنا لتحسين الأداء، ندعو ضمن هذا الحوار وتأسيسا لهذا هذا الحوار إلى حكومة أوسع أرحب تصلح الأخطاء متاع الأداء، توسع القاعدة الائتلافية، ندخلوا فيها إطارات وكفاءات وطنية أكثر، ندخلوا فيها أحزاب أيضا تنضم إلى الائتلاف الحكومي على هذه القاعدة على هذه المبادئ وخدمة لهذا البرنامج والأولويات. لكن الحوار الوطني هذا لابد منه، سواء قبلوا اللي دخلوا الحوار باش ينضموا الحكومة أو يقعدوا في مجال الحوار الوطني، هذا لا يتعارض، بل بالعكس خلينا نحقوا الوفاق الوطني بالحوار على الرزنامة، على هذه المؤسسات اللي نحب نبنيها في المجلس التأسيسي كما قلت، الهيئة هذه المستقلة مثل الانتخابات وغيرها، لأنه هذا هو الأهم. ومن يريد أن ينضم إلى التشكيلة الحكومية ويوسعها على أساس البرنامج وأساس المبادئ فهذا مرحبا به، وتمت المشاورات على هذا الأساس. لاختفنا زعماء، ولا كان نيتنا لتحطيم لا قدر الله أو شق صفوف أحزاب، ليست هذه من أخلاقنا ولا من شيمنا ولا من تقاليد الديمقراطية. اتصلنا بأحزاب، ثم أحزاب حدت موقفها بدون حتى الاتصال، فرينا من غير الضروري نتوجه له، وأحزاب أخرى لم ترى مانعا، أنا شخصيا اتصلت بهم عدد كبير، وكانت الردود مختلفة إلى جانب تريكا. ثم من قال هذه مبادرة طيبة، أنا مستعد للحوار الوطني لأنه نعتبر ضرورة ومسؤولية وطنية، وأن هذه الوثيقة اللي وزعت عليكم كقاعدة سياسية فيه من اتفق معها من المعارضة
وفي من قال هي ناقصة، أخذنا بالرأي وحورنا فيها البعض كقاعدة للإتلاف وللحوار أيضا. فيه من كان مستعد للدخول في مشاورات للتعديل الوزاري بشروط طبيعي جدا، وبين ظفرين القول أنه هذه قطو يقسموا فيه وهذه محاصة. أنا أريد أن نحب أن نصلح شوية المعنى، شنو مش معنى محاصة؟ أولا إن شاء الله على كل حال ما يكونش هذه الصورة أنت قطو يقسموا فيه ينهبوا في الدولة ويتقاسموا في خيراتها، وإن شاء الله ثورتنا جات باش تتخلص أو تخلصنا من هذا المعنى. اثنين، المحاصة شو معنى المحاصة؟ وفما حكومة ما كان شاء الله هم الحكومات السابقة من لون واحد وحزب واحد، لفما لا محصلة لا مشاكل. أما الآن احنا في تعددية، تعدد أحزاب، يجي يدخل الحكومة بطبيعة الحال له اشتراطات حول البرنامج حول الأسس حول القاعدة السياسية والتوافقية، وله أيضا مطالب في المناصب، طبيعي جدا وقاعدين نتعودوا على هذا. هل هذه المحاصة سلبية أو الغنيمة أو ما يقال؟ إذا كيف تدخل الأحزاب؟ تدخل بالمفاوضات وبالشروط حتى في المناصب، طبيعي جدا، وهذه في كل الديمقراطيات العالم. جينا للمفاوضات، فعلا كان المفاوضات احنا الهدف متاعها في التغيير الوزاري ان نوسع القاعدة السياسية للحكومة، نوسعها على مستوى السياسيين ونوسعها على مستوى الكفاءات الوطنية او ما يعبر عنه التكنوقراط او الكفاءات. هذا مزوز اشياء، طبيعي جدا ان رئيس الحكومة يبحث على هذا التوسيع، توسيع القاعدة السياسية وتوسيع بالكفاءات الوطنية. وقد قيمنا نتائج بعض الوزارات، وماذا بنا ندخلوا أكثر ما يمكن من التكنوقراط، نسموهم تكنوقراط وهم الكفاءات الوطنية، علاش لا؟ في الداخل وفي الخارج عنا، والحمد لله تونس غنية، علاش نتحرموا منهم؟ وعلاش ما ندخلوش أيضا أحزاب أخرى للإتلاف؟ واتبعنا في ذلك، ربما مقصرين في بعض الشيء، أن اتبعنا يسمى بالتقاليد الديمقراطية. أنا اتصلت بالأحزاب كما قلت لكم، فما شكون وافق، فما شكون اشترط، وفما شكون قال لا أدخل للحكومة، إنما سأبقى ونواصل الحوار متاعنا وأنا معك في الحوار باش نوجدوا الأرضية والمناخ الملائم لإنجاز الانتخابات متاعنا، لأنه الشعب متاعنا يطلب الانتخابات مش في حد ذاتها، ويحب يسرع في الانتخابات مش في حد ذاته في الانتخابات والتسريع، إنما قلنا التسريع في الانتخابات يخلينا نمشيه إلى وضوح أكبر. المستثمرين التوانسة والأجانب مش مستعدين يجيوا في رؤية قصيرة أو غموض حياة سياسية، حتى المستثمرين بتاعنا وفي العالم كله. أيضا برامج بتاع الحكومة مش ممكن تكون برامج بتاع فترة قصيرة كما البرامج بتاع 4 سنين 5 سنين، تتوضح له أمور أكثر، الحدة السياسية تنقص، ونهتم بقضايا الشعب، بالتنمية، باقتصادنا، بالوضع الاجتماعي، بنعمل برنامج، وضع برنامج لمدى متوسط وبعيد باش نحسنوا من مستوى اقتصادنا، باش نقصوا من نسبة البطالة، باش نرفعوا من مؤشر النمو. إلى هذا يحتاج إلى وضوح، والوضوح السياسي والوضوح الاجتماعي لا يأتي إلا بانتخابات، وانتخابات سريعة. هك علاش؟ وأعيد مرة أخرى، هي من المصلحة الوطنية أن نقصر من هذه
الفترة الانتقالية، أن نعمل انتخابات في الصيف وهذا ممكن، أن نصل إلى تأليف حكومة بعد الانتخابات ونسلموا لها مقاليد السلطة، والأفضل أن يكون في بداية سبتمبر وهذا ممكن، تشريعية ورئاسية. وهنا اختلفت مع الطرح اللي يقول إمكانية مجلس تأسيسي لا يمكن أن تفي بهذا. نقول لا، يجب ننظر للمصلحة الوطنية قبل. ماذا تطيق الدولة؟ ماذا تطيق المجتمع متاعنا، شعبنا، بلادنا؟ هل يمكن أن تبقى بدون هذه الانتخابات طويلا؟ ننطلق من هنا ضرورة الانتخابات، ثم نسخر كل الإمكانيات لإنجاز هذه الانتخابات. إذن جرت المشاورات وكانت في مستوى راقي، وأنا هنا فعلا أحيي الأحزاب اللي تحاورنا معاه، واللي وافقتنا وما وافقتش، واللي دخلت وما دخلتش، واللي باش تدخل وما تدخلش. وأحيي أيضا الأشخاص اللي الآن يتهموهم مع الأسف اتهامات لا تليق، لأن يلهثون وراء القطو ويلهثون وراء المنصب والوزارة. أنا نعرف الناس هذوما، يعرفوهم الكل كشخصيات وطنية مناضلة مقاومة، وحدت موقفها من منطلق مصلحة البلاد. لقصدنا بها الشك باش نقصوا بها أحزابهم ولا غيرهم، هم أحرار ومشينا لأحزابهم. ولهذا حبيت نرفع فقط اللبس، قلت كان هذا الهدف، وأجرينا مشاورات وأعطيت للأطراف، ساهمت بدوري كرئيس حكومة تذليل الصعوبات، لأن أكون إن أمكن حكم، نعتبر نفسي رئيس حكومة كل التونسيين وكل الأطراف المشاركة في الحكم وغير مشاركة. طلبت منهم باش فعلا يتفقوا على هذه الأرضية، ومتفقين، وقالوا كما قلت لكم حتى ما تدخلوش ومش بيشاركوا في الانتخابات في التشكيل الحكومي هم متفقين على الأرضية السياسية، وسنطورها إن شاء الله للحوار الوطني. طلبت منهم أن نعجل بالتشكيل أو بالتحويل الوزاري، وتراوا أنه في مقترحات وطلعت في التلفزة وفي الفيسبوك وغيرها مع الأسف. أنا خذيت عهد أن أكون هذا داخلهم، مش لأنه ما يظهرش، لكن لي أن تكون عملية سليمة، ولكن خرجت، كل شيء يخرج الآن لعله فيها خير، شفافية، قاعدين نخدمه. أنا قلت له حتى في مجلس الوزراء أنا معنا ما نخبيه، نتكلمه ونناقشه ونصوته وكأننا أمام الملأ. لكن هالتسريبات هذه مضرة ومربكة، ما هيش في صالح الديمقراطية ولا التقاليد الديمقراطية. على كل حال لعلنا قاعدين نتعلم وقاعدين نخطو خطوات. طلبت منهم باش نعجلوا، وضربت موعد بداية الأسبوع الفارط، مددناها لأن مؤسسات قيادية في الأحزاب في حاجة إلى وقت، مددنا شيء معقول. طيب وصلنا إلى آخر أسبوع، كان اللقاء الأخير أمس بين الترويكا، وكذلك اتصال بالأحزاب الأخرى، واخطونا خطوة لا بأس بها. قلت متفقين بكلنا في الأرضية، في القاعدة السياسية، ولكن اعترضتنا صعوبات في المفاوضات في المشاركة. ما نقولش أنا بيع وشراء في الحصص، لا طبيعي، أنا اعترض إذا ما زلنا ما تعودناش لازم نتعود، تو لازم نتعود، طبيعي جدا. هذا يطلب ب تحييد وزارة، والآخر يرى أنه مش ضروري. هذا يطلب أن يكون موسعة أكثر،
وهذا يشترط وهذا يقبل وهذا يرفض، طبيعي جدا. أنا أعتبر هذا إيجابي وظاهرة صحية. بالأمس لم توفق الترويكا وغيرها من الأحزاب إلى إنهاء التشكيل أو التحويل الوزاري، وأنا طلبت منهم أنه مش ممكن البلاد تواصل هكذا، ولا بد أن تكون هناك حصيلة. أنا أعتبر رغم أن لم نتوصل بعد إلى تحويل وزاري، نعتبر حصيلة إيجابية، لأنه فعلا طرحت كل القضايا وكانت صريحة ومصارحة كبيرة بيننا، على أساس لابد أن تكون الحكومة القادمة أو التعديل الوزاري يخدم أهداف الثورة، يخدم مطالب شعبنا اللي تكلمت عليها، خاصة الشغل، الأسعار، مقاومة الفساد، التنمية والأمن، هذه هي الأولويات. واعتبرت أنه إذا ما توصلناش وما توصلناش، اعتبرت من واجبي كرئيس حكومة أنه أتقدم في الأيام القادمة بتشكيل إلى المجلس التأسيسي لينظر فيها. ينظر فيها ويزكيها، ونرجع إلى مؤسساتنا الدستورية. هذا هي الديمقراطية، هذا احترام الدستور. وأنا شاكر لكل الأطراف، أحزاب سواء تريك أو غيرها، أفراد، أنه كانوا إيجابيين وكانوا صرحاء أيضا. طيب لم نتوصل بعد، ربما كان أعطينا وقت أكثر، لكن أنا أعتبر هذا صعب. مش ممكن نوقف بلادنا، مش ممكن تبقى الأمر على ما هو عليه أطول من هذا. ولهذا سأضرب موعد مع المجلس التأسيسي لتقديم التشكيلة أو التحوير الوزاري القادم، ومجلس التأسيسي هو صاحب الأمر ومنواب الشعب، ومش يقولوا كلمتهم في هذه الوزارة. أتمنى أن أصل بهذه التحويل الوزاري بوفاق، وإلا سأطرح التشكيلة التي أراها مناسبة وصالحة للفترة القادمة. هذا هو سيداتي سادة إخواني وشعبنا ما قمنا به في المرحلة، ولكن نحب نقول أنه أنا مانيش متشائم، بل بالعكس متفائل، لأنه فما ديناميكية حقيقية، فما مصارحة، فما تقييم، فما إرادة لتحسين الأداء وتوسيع القاعدة الحكومية، وفما من جانب آخر إرادة للحوار. أنا شفت والحمد لله مؤشر إيجابي في كل الأحزاب تقريبا، أنه لابد أن نشارك في حوار في أقرب وقت نتفق فيه على شروط تجاوز هذه المرحلة، وخاصة في مسائل تهم الدستور، تهم الهيئة المستقلة للانتخابات، وتهم الإعلام، وتهم قضاء، لنذهب إلى الانتخابات. أعربت للأحزاب عن رغبة بل مطلب أن تلتزم كل الأطراف المشاركة في التركيبة، كما قلت، بخارطة طريق واضحة ورزنامة توافقية بين كل الأطراف داخل المجلس وخارجه على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت، يعني الانتخابات، وتشكيل الحكومة القادمة
حتى لا تتجاوز بداية سبتمبر. أيضا من المطالب وأنه التحالف الحكومي وغيره إن شاء الله ينص على ضرورة تشريك مراقبين دوليين وبعدد كبير حتى نضفي الشفافية والمصداقية. أنا لا أفهم كيف نقدم حجة أنه والله هذه من السيادة الوطنية عندما نرفض المراقبين الدوليين في كل مكتب اقتراع وفي عملية الفرز وعملية الإعلان، ونقول نرفض هذا لأننا أسياد وأننا سيادة وطنية. أنا أقول لا، بالعكس، لأنه فما إرادة واضحة من الآن للتشكيك في الانتخابات ومازلنا ما بديناش فيها. فليكن يا أخي، ما فيها بأس، ونلح على السيادة الوطنية في شيء أكبر من هذا وأعظم، ولا يضر السيادة الوطنية هذا الأمر. من المطالب الملحة أيضا أن يلتزم كل أعضاء الجهاز التنفيذي للدولة، أعضاء حكومة، رئاسة جمهورية، بتجنب التجاذبات الانتخابية لاستقطاب الحزبي أو توظيف موارد الدولة في خدمة المصالح الشخصية والحزبية. كما أدعو أن كل جهاز التنفيذي للدولة البقاء على الحياد التام في الانتخابات القادمة، كما أنه لابد من تحسين العلاقة، أو مش تحسين علاقة، إرساء آليات عمل بين الرئاستين، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، حفاظا على مصلحة البلاد. هذه من المطالب، وخاصة التوقيت للانتخابات، لا بد أن نذهب إلى الانتخابات في أقرب وقت بتوافق وطني، نعطي الأمل لشعبنا. وأنا أعتبر أنه هذا الأمل مسموح، رغم أنه ما اتفقتش الأحزاب، ولكن طبيعي جدا، وأنا آمل أن تتفق، ولكن بدون أن الآن نبقى ننتظر. وكما قلت سأتقدم في الأيام القادمة بالتشكيلة أو بالتحويل وزاري إلى المجلس التأسيسي. هذا إخواني أخواتي وشعبنا ما تم في المرحلة هذه المدة الأخيرة، اللي البعض حب يظهرها كان مسلسل وكأنها مهزلة، مع الأسف معناها أنا أعتبر الأمر جدي، وأن مطالبين بخدمة شعبنا. أي حكومة قادمة هي مطالبة، كما قلت، ليست هدفي حد ذاته بالوسيلة لخدمة مطالب الشعب، وأكررها، مطلب الشعب إلى جانب المطالب الاجتماعية هي التعجيل بانتخابات والتعجيل بالتأسيس دولة ديمقراطية. وربي وفقنا، والسلام عليكم. سأسمح بي أو بإلقاء ما البعض قاطع وإضراب حتى في هذا، ما عنديش إشكال في الأسئلة، أنا مستعد لكل الأسئلة، فقط رعيون الوقت، ربما وقت التلفزة والماتش، إن شاء الله نتمنى الفريقنا الوطني إن شاء الله الفوز وحقه وتحقيق إن شاء الله نتائج في مستوى شعبنا ومستوى ثورتنا. اتفضلوا يا سيدي. سيد الرئيس. اي نعم سيدي. وعزل سيد الرئيس، حبيت اسالك متى سيتم تقديم التشكيله الحكوميه الجديده الى المجلس التاسيسي؟ وسؤالي الثاني، كان تسمح، حسب ما فهمت من كلامك، كون التشكيله هذه
سوف تبقي على وزارات السيادة على رغم مطالب المعارضة وبعض من المجتمع المدني لتحييد هذه الوزارات. نعم، أولاً مش كون الأيام القادمة، مش كون الأسابيع القادمة. أنا قلت مش ممكن نبقى في الوضعية هذه، مش كون مضر لبلادنا وشعبنا مسيرتنا، مضر للحكومة، فلا بد من تشكيلة أو تحويل وزاري سريع إن شاء الله. اثنين، أنا لا تكلمت على حياد أو عدم حياد، قلت اختلف الأحزاب في هذه القضايا، وإن شاء الله وقت اللي نقدم التشكيلة نراعي التوافق ما أمكن، وإلا سوف أقدمها وأعرضها على المجلس التأسيسي يقبلها أو يرفض. نسرين علوش، إذاعة جوهرة FM. سيدي رئيس الحكومة، حبيت نعرف هل أنه عدم الوصول إلى تحديد أو الوفاق في تشكيلة التحوير الوزاري يعود إلى عدم الاتفاق على الأشخاص أو على الحقائب الوزارية في ذات نفسها؟ لا، هو كما قلت، وهنا نحبش توا ننفي قضية المحاصة أنا أعتبر هذا داخل وطبيعي جدا فيه. المهم أن تكون في خدمة الشعب، حكومة في خدمة الشعب، وإلا لا فائدة فيها. عدم الاتفاق هو أنه في بعض أحيان في معاني، قضية الحياد، قضية التوسيع أكثر ما يمكن، قبول شروط اللي قادمين للتوسيع، وكذلك أيضا مواقع في التشكيلة، وهذا طبيعي، ولا أعتبرها هذا منافي اللي كما قلت لعمل ديمقراطي. هذا قاعدين احنا نتعودوا، الحكومات في العالم كامل يقعدوا ربما بالأشهر وهم يناقشوا الوزارة هذه عند شكون الوزارة عند شكون. المهم أن تكون هذه المناقشة وهذا المسعى لخدمة معنى أكبر، وهي مطالب الشعب. ما يتفقوش، يتفقوا الأحزاب، ربما يتفقوا بعد يختلفوا، وأحنا أنا كرئيس حكومة نريد أن يكون تجميع أكثر ما يمكن من الأحزاب والفعاليات السياسية والنخب والكفاءات الوطنية في هذه الحكومة، إن شاء الله ننجحوا. تفضل. كل ذا نعطيكم الأسئلة لكن راعي فقط الوقت للبث. نعم، علي بن سيتو، وكالة المغرب العربي. سيد رئيس الحكومة، هل يعني الصعوبات التي لقتها المفاوضات خاصة داخل الترويكا، هل يعتبر هذا تهديدا للترويكا واستمرارها؟ تهديد كلمة كبيرة. الترويكا في حد ذاتها يا اخي ليست هدف، يعني الترويكا موجود ثلاثة احزاب، احنا نحب نوسعه. الالتقاء لابد ان يكون على اسس، على برنامج، على وضوح، على اليات ايضا العمل الحكومي، وانا برشا مقترحات معقوله ومنطقيه، تحسين الاداء، التقييم، المشاركه الفعليه في النشاط الحكومي، ونحن نتقبل، أنا كشخصيا كرئيس حكومة أتقبل هذه الانتقادات وهذه المساعي لمزيد إعطاء النجاعة والعمل المشترك. هل هي مهددة؟ مهددة؟ أنا أقول كلمة كبيرة مهددة. هو كان ممكن، كان خلينا طول شوي يمكن، لكن أنا ما عادش ممكن لي كرئيس حكومة أن أستمر في هذا الوضع. وقلت أنه في الأيام القادمة سأقدم التشكيلة، إذا كانت هذه التشكيلة تحوز على وفاق يا حبة، ولا ستحمل مسؤولية وأقدم التشكيلة.
سيد رئيس الحكومة، تحدثت على عملية تقييم قمتوا بها قبل التحويل الوزاري، لو كان تعطينا فكرة على الأقل شنية الوزارات اللي معنية بالتحويل الوزاري بعد التقييم، على ضوء التقييم اللي قمتوا به. وفما سؤال أيضا يتطرح، أنه مسألة التحويل الوزاري طرحت توا برسك 6 شهور التالي، شنو جدواها حاليا، خاصة أنه جدوى التحويل الوزاري حاليا مازالوا حوالي 6 أشهر على الانتخابات، إذا كان صارت انتخابات في الصيف، يعني هل من الممكن أنه وزير يتولى منصب في الوقت هذا قادر أنه يطلع على الملفات ويحقق أهداف أكثر من اللي حققوها اللي قبل؟ إن شاء الله يكون حال 6 أشهر ولا أقل، حتى 6 أشهر ما يمنعش من حسن الأداء ونصلح الثغرات. وحرصنا أنه بطبيعة الحال ما نحبوش نغيره وزير بوزير وهو يقعد 6 أشهر ويورق يشوف شو مش يعمل، لا لا، هذا فما بعد حرصنا عليه أن يكون الأداء سريع والإصلاح سريع والتحسين سريع. أشنو من الوزارات، خلينا الآن احنا بارك الله خرجت أسماء الوزارات والوزراء، خلوا لي الفرصة أنه، وكنت دائما احترم زملائي الوزراء الحاليين واللي حتى باش يجوا، واعتبر من الأخلاق ان احنا الآن نشرح الوزارة قدامنا، مش هذا، مش هذا المطلوب. انا كرئيس حكومة لي تقييمات، وان شاء الله تكون تقييمات موضوعية، والحمد لله الآن عام من التجربة، وقدم حتى التقييم النفسي والتقييم زملائي، وباش يكون فقط الهدف هو تحسين الأداء، تحقيق البرنامج، هذه الأولويات، وعيدها الأمن، تنمية، شغل، أسعار، هذه كلها، وتعجيل في الانتخابات، هذه هي أولويات. نحقق ما استطعنا إن شاء الله، ولكن يساعدنا برشا باش نحقه أن يكون فيه وفاق وطني حول القضايا هذه متاع الدستور، وفيه أيضا تخفيض منسوب العنف والتوتر اللي يوصل مع الأسف مدى. أنا سأل كيفاش نقوم بانتخابات في هذه الأجواء، لا يمكن، لابد الناس كل يشعروا أنه من مصلحة الكل، وهذا لابد يكون قناعة جماعية، حتى واحد ما هو منتصر لا اليوم ولا غدوة في مناخ العنف ومناخ تأخير انتخابات وتعطيلها، حتى واحد، الخاسر هي تونس أكتو، واللي يتصور أنه بتوتير الأجواء والاحتقان والعنف باش ينفذ برنامجه أو يطيح بالحكومة، خليه يطيح الحكومة لكن ما يطيحش تونس. أنا أخشى بتوتير الأجواء لا قدر الله تطيح التجربة متاعنا، وأنا إشفاقي على تونس، تأكدوا حكومة ماشية زايلة جاية، أما تجربتنا هذه تجربتنا اللي الثورة أعطتنا فرصة باش ننجو شيء ونعطيه القدوة ونعطيه المثل في عالم مضطرب وفي منطقة مضطربة، والكل مجتمع والكل متفق أن تونس هي المرشحة الأكثر لإعطاء هذا النموذج وإعطاء هذه القدوة وإعطاء هذا المثال للديمقراطية. أنتم لاحظتوا وناس كل لاحظ كيفاش أن قوى دولية، مؤسسات دولية، منظمات، دول كبرى تدعم التجربة متاعنا وتجازف وما هيش خايفة من الوضع هذا، مع الأسف يكون أبناء تونس هم ربما المتشائمين، ولربما البعض منهم يعرقل في هذه التجربة بدعوى أنه يعرقل في الحكومة أو غيره، هذا مع الأسف قصر نظر. أنا اللي يهمني أكثر الآن هو نجاح التجربة بتاعنا، من تحوير هذا الوزاري ومن كل شيء، لا بد من توافق، لا بد من حوار وطني على الأساسيات، على المشترك. المشترك هو أن نصل إلى انتخابات شفافة ديمقراطية.